أعظم رسالة يعني قد تحرك فينا هذه الإرادة وتخلي الحساسية زايدة عندنا؟ لأن في ناس أحبتي أموات غير أحياء، يعني يذنب عادي. والله العظيم هذه أخطر على الإنسان من السرطانات والأورام، عافى الله وشفى الله المسلمين أجمعين. أقسم بالله واحد سرطان ينتفض، والله إذا مرضت أو قلت الحساسية هذه أن عندي وعندك مشكلة أعظم من مشاكل أمراض الدنيا كلها. إيش هي؟ أني أذنب عادي. أنت بحبيبي، إحنا كلنا نذنب لكن لا يصير عادي. شوف حبيبي الغالي، حياتك بالطريقة هذه، أنت هنا، هذا المستقبل وهذا الماضي، أقسم بالذي لا إله غيره، أي ذنب سجل عليك أمس، قبل أمس، قبل شهر، قبل سنة، أقسم برب العالمين أن تراه أمامك في المستقبل. إيش يعني مستقبلك؟ ممكن فوق الأرض الأيام الباقية لك، ممكن تحت الأرض، ممكن يوم العرض، لكن أقسم بالله أنك ستراه وأني سأراه ما دام دخل ولا محي، والله سوف تراه. من قال؟ قال الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا طق، انتقل من هنا طمر فوق حتى تراه أنت وأراه أنا. طيب أراه وين؟ يا في نفسك، يا في أهلك، يا في مالك، يا في نفسيتك تغتم. المهم أنك والله ما يكذب رب العالمين، مدام قال سوف تراه والله سوف تراه. فالمؤمن بهذه القضية أقسم بالله ما يرتاح إذا دخل الذنب، لأنه يدري أنه بيشوفه قدامه، يمكن اليوم، يمكن بعد ساعة، يمكن برسالة جوال الحين، فتلقاه يحاول ينظف بسرعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري: والمؤمن مؤمن، يقرأ الكلام عارف أن هذا كلام صح وبيطبق. الله إذا قال كلام بيطبق، والله ما قاله، ما كان حديثا يفترى. لأجل هذا لما نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم، يعني المسلمين، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا مدى دخل يجزى به، جاء أبو بكر رضي الله عنه مؤمن، جلس ينتفض قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، المقصود في الآية أو كل سوء، يعني أي شيء، أي كلمة، أي سوء. إيش قال الله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله أبو بكر عاد أنت من قل، لا، قال: يا أبا بكر، بدأ يفسر له الأشياء الواقعية على الحياة على الأرض، قال: يا أبا بكر، أولست تغتم؟ ما يجي يوم كي تحس أنك متضايق، ما أدري من إيش، ما حد مات لك بس تحس أنك متضايق، أولست تغتم، أولست تهتم، أوليس يصيبك اللأواء؟ ما يجي يوم تتجمع عليك الأمور كلها؟ قال: بلى يا رسول الله أجده. قال: ذلك بعض سيئات ما تكسب، هذه واحدة دخلت وأنت ما طهرتها، ما نظفتها، جئتك في المستقبل. طيب كيف أنظف هذه؟ دائما حاول أن تقول: إني أخاف. قل: إني أخاف. يبقى تغتاب، قل: لا أخاف، ودي والله أغتاب. خذ والله رقم فلانة، والله ودي بس أخاف، أخاف هذه بشوفها قدامي. فهذا عملية تطهير كيف تكون؟ تكون بأمور سريعة. أول أمر أحبتي: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا محيت ما تراها قدامك. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا جميعا. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب توبة الصادقة وكثرة الاستغفار تذهب السيئات، ما ذهبت تأتي المصائب. إذا الله يحبك جعلها فوق الأرض، إذا ما يحبك جعلها تحت الأرض. من صام رمضان، من قام رمضان، غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل هذا المجلس غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين الصادقين المحسنين، أقرب الناس لرب العالمين. أسأل الله الذي شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت الأرض.